ده جو جولدبرج وهو عيل صغير قتل ابوه، ولما كبر ارتبط بكانديس، ولما عرف انها بتخونه قام قتلها ورمى الواد حبيبها من فوق السطح، وبعد كده حب بيك تاني اجمل بنت في الكره الارضيه، فقام خاطف صاحبها وقتله وارتبط بيها، فعرف ان بيتشي صاحبتها بتحبها مقتلها هي كمان، وقتل صاحب جارته عشان بيعذب ابنها جدعانه منه كده، وفي الاخر لما بيك عرفت كل ده قام قتلها هي كمان، ولبس التهمه للطبيب النفسي اللي جو اكتشف ان بيك قعدت معاه فتره كده. وفي اخر سيزون 1 كانديس اللي المفروض ان جو قتلها بتروح له المكتبه وتقول له هاي عندكم قالت اخبار النجوم. ولمزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهده ملخص الموسم الاول على صفحتي الشخصيه على الفيسبوك او على قناه اليوتيوب، ولا تنسى ضغط زر المتابعه. جو اكتشف انه دفن كانديس وهي حيه فهربت وما ماتتش، وعرفت حوار بيك فبتقول له انت عملتها تاني يا منيل، وحلفت له على الميه تجمد انها هتخلي سنين وعذاب. يقوم جو يعمل ايه؟ يقتلها؟ لا، يهرب ويسيب نيويورك كلها ويروح لوس انجلس عشان نكمل سيزون 2. حصل، وبيروح ياجر شقه من واحده اسمها دي ليلى كبيره قوي سعادتك. دي ليلى بتشتغل صحفيه وليها اخت صغيره اسمها ايمي، وبمجرد دخوله للشقه بياخد على نفسه وعد انه مش هيقرب لاي بنت تانية عشان ما يأذيهاش وعشان ما يكررش اخطائه. هو اصلا كونه ياخد قرار زي ده بعد ما شاف دي ليلى ده معناه انه عنده مشاكل فعلا. جو بيقدم على شغل والحمد لله بيتقبل في وظيفه في قسم الكتب في كافيه، وبيحاول يركز في مستقبله بعد ما غير اسمه لويل بيتلهايم، وفجاه شاف في المكان اللي شغال فيه بنوته بريئه شغاله هناك، فبيقول مش هضعف، لا مش هضعف، بس قلبه بيقول له دي شكلها مميزه وغير اللي عرفناهم كلهم. فجو بيروح يسالها انت مميزه صح؟ فبتقول له اه انا مميزه اسمي لف على فكره، شفت بقى دي علامه دي. وبعد كده بيتعرف على فورتي صاحب المكان اللي بيطلع اصلا اخو لف التوأم، وبتبتدي علاقته بلف تتطور بعد ما عرف انها كانت متجوزه وجوزها توكل على الله ومات. وفي اخر الحلقه الاولى بنكتشف اصلا ان جو اول ما وصل لوس انجلس شاف لف من بعيد في الشارع فقلبه دق 7 دقات، فقام اشتغل في المكان اللي هي شغاله فيه قصد، وخد شقه قريبه من شقتها قصد، وجاب معاه تلسكوب عشان يراقبها، وكمان اول ما وصل دخل على النت وتواصل مع واحد مزور كبير اسمه ويل عامل اعلان لنفسه تقريبا هناك بيجمون على اوليكس عادي. ولما ويل قال له ان حوار انه يضرب له بطاقه ده بياخد وقت، راح جو خطفه وحبسه في مخزن ماجره في نفس القفص الازاز المصفح اللي جابه معاه في شنطه الطياره وسرق اسمه. ولما حد من المافيا جه يسال على ويل اللي ليه عنده 50,000 دولار، قام جو قتله وقطعه حتت وعباه في اكياس وفرمه. ايه يا جو؟ مش كده يا جو؟ جو سريعا سريعا بيبوس لاف وبتطلب منه يجي يقابل صاحبتها، فبيخلع منهم بس بيروح يراقبهم عشان يدرس شخصيتهم، فبيكتشف ان اصحابها 3 سالب شحن، وبيقولوا لها هو ويل ده اللي هو جو بعد ما غير اسمه من فضلك ليه؟ لا لازم تشوفي حل وما تسيبيش نفسك كده. وبتقفش عليه عشان ما جاش صلاه الاستخاره بتاعت قصدي قعده صحابها، بس بعد كده بيتصالحوا وعلاقتهم بتتطور مع بعض. جو بيكتشف ان ايلي البنت الصغيره اخت ليلى الهايله بتقضي وقت مع كوميديان مشهور اسمه هندرسون، ودي ليلى بتقول له ان هندرسون ده اتحرش بيها وهي صغيره فبيخاف على اختها وبيقرر يحميها، وبيتشقلب وبيجيب انفيتيشن لدعوه الحفله عند هندرسون في البيت، فيقوم فورتي الكاتب الفاشل اخو لاف اللي بيحكها مع هندرسون من زمان ونفسه يوصل له يرشق مع جو ويروح مع الحفله، وهناك بيعك الدنيا ويبوظ اليوم. فجو بيكلم اخته ويروحوا البيت بعد ما سرق لابتوب هندرسون، وبعد ما فورتي نام جو ولاف بيلعبوا الغمبيده مع بعض واخوها جنبها وفاكره نايم، بس فورتي بيصحى على صوت الغمبيده وبيقول او ماي بيست فريند اند ماي سيستر اي ام سو هابي. جو بيتصاحب على ويل اللي حبسه في القفص عنده وبيفكر معاه ازاي هيفضحوا هندرسون، وبيعرف ان ايلي رايحه البيت لهندرسون اللي بيحط الايلي منوم في الكاس بتاعها، فجو بيكتف هندرسون وهو بيحاول ياخد منه اعتراف قام قتله من غير قصد، هو كان يلزمك في حاجه؟ وعشان يكفر عن ذنبه ويحس انه انسان كويس بيطلق سراح ويل اللي وعده انه مش هيجيب سيره لحد باللي حصل. جو بيروح مع لاف حفله الذكرى ال 30 زواج ابوها وامها، وهناك فورتي بيقول له تعال اعرفك على ايمي صاحبتي، فجو بيبص لقى في وشه كانديس اللي عرفت مكانه وغيرت اسمها وعملت نفسها منتجه افلام وصاحبه فورتي عشان توصل له، فتقول لفورتي مش هتعرفني على الامور؟ فبيقول لها ويل البوي فريند بتاع اختي. ويل ده ويل يا ويل، فيقوم جو مصدوم كده هو في ايه؟ شاكيرا وبيكيه صحصح معايا كده ده انا جاي لك من سفر والنبي ما ادري لك، وبتقنع فورتي انه يعمل فيلمه الجديد عن مذكرات بيك حبيب جو القديمه، بس لاف ما بترتاحش للبت كانديس دي وبتاجر محقق خاص عشان يراقبها. وفي يوم كده كانديس بتنط من شباك اوضه جو عشان تدخل شقته تدور على اي دليل، هوب بتلاقي لاف قاعده مستنيها وبتقول لها خير يا حلويات، فكانديس بتقول لها ايه ده انت عرفت اسمي منين؟ وتقوم حاكيه لاف كل حاجه، بس لاف بتهددها وتديها فلوس عشان تمشي من حياه جو، بس لاف بتسيب جو اللي بقيش محبط وحزين بجد ومتضايق ومكسور لحد ما يقابل دي ليلى ليلتها، وبتبقى هي الليلة. فينشر صاحب دي ليلى القديم بيشك ان جو ليه علاقه بقتل هندرسون وبيروح يقول لها، اللي بتدور في شقته وبتلاقي مفتاح المخزن وبتروح هناك تلاقي جو مستنيها ويحبسها في القفص ويقول لها انا ههرب من المدينه وهسيبك ما تقلقيش، وبيبعت جواب وداع للاف وبيحط خطه هروب، وده طبعا ما عجبش المخرج فقام مخلي فورتي يخطف جو في اوضه في فندق وعليها 2 جاردات وقال له مش هتطلع من هنا الا لما نكتب سكريبت الفيلم. ويقوم فورتي يشرب جو حبوبها الواسع عشان توسع دماغه كده اي كلام عشان نحبك قصه المسلسل. وبعد ما جو بيفوق بيجري على المخزن اللي فيه دي ليلى فبيلاقيها اتقتلت، قتلوا الصاروخ. جو بيتصدم وبيفضل يفتكر هل هو اللي قتلها
ولا لا، ولو مش هو هيبقى مين. وبترجع تاني كانديس بعد ما فورتي كلمها وبتشوف ستوري لجو وفورتي قدام المخزن، فبتروح هناك تلاقي جو مع جثة دليلة، فلسه هيشرح لها قامت مطلعه ازازة الشطة من جيبها ومدياله في وشه، خد شطة خد شطة يا متحرش، وتقوم حبسها في القفص وتروح تجيب لاف عشان تشوف المصيبة اللي حبيبها عاملها. فتقوم لاف مصدومة وتنهار وتطلع بره عشان تعيط، فلسه كانديس بتروح تقول لها هدي نفسك، تقوم لاف اوبا اوبا لاف بتدخل لجو بتقول له ما تقلقش طول ما انا جنبك، بيقول لها انا انسان شرير انا قتلت دليلة. قالت له عندي ليك خبر كده هيبسطك ان شاء الله، انا اللي قتلت دليلة عشان احميك، وقتلت كانديس وخد دي كمان، وقتلت زمان البت صوفيا الخدامه اللي كانت بتتحرش بفورتي عشان احميه منها، وقمت ملبسه الموضوع عشان عارفه ان امي وابويا هيطلعوه منها كمنه اهتموا كده. انت بتبص لي كده ليه؟ ولو انت فاكر ان انت اللي شقطتني تبقى غلطان، انا اللي شقطتك وعرفت عنك كل حاجه، حتى حوار بك اللي ما كانتش تستاهله، فاقنعتك انك انت اللي بتشقطني، احنا سول ميتس يا جو. جو بيفكر ان لاف دي مجنونه فبيقرر يقتلها، ولسه هيديها بالكلبش في وشها فبتقول له انا حامل، فبيقول لها خلصانه خلاص هحب، وبيروح يقابله فورتي اللي عرف كل حاجه وقرر يقتل جو، ولسه هيدوس على الزناد. ام القدر او المخرج مش متاكد قرروا ان فينشر الضابط يدخل في نفس اللحظه ويقتل فورتي ويقطع معاه قلب 40 حته، وبيلبسه بقى قتل هاندرسون وكانديس لفورتي بعد ما مات، وبيعيشوا عيشه سعيده مع بعض. وفي اخر مشهد الكاميرا بتعمل كلوز على دراع واحده كده، المخرج ما قالناش هي مين، بس اللي قرر الروايه عارف، ولكن احتراما لعقليه المشاهد فانا عمري ما اروح اقول، مش هبقى انا والمخرج عليكم يعني. ما تنسوش تعملوا لي فولو عشان تتابعوا الفيديوهات الجديده، وتعملوا فولو لاحمد رضا برده عشان هو اللي منتج الفيديو ده. سلام.